السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة التقويم وإعادة التأويل. ولدينا اليوم 8 نوفمبر 2024 ثلاث رؤى عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سأعبرهم بالحق إن شاء الله تعالى وأقرأ عليكم نص الرؤية الأولى. يقول الرأي: رأيت سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله يصلي بالناس في الحرم، وكان صوته جميل جدا، وكان طويل ويقرأ أواخر سورة البقرة. أعيد قراءة نص هذه الرؤيا. يقول الرأي: رأيت سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله يصلي بالناس في الحرم، وكان صوته جميل جدا، وكان طويل ويقرأ أواخر سورة البقرة. وأنتقل إلى الرؤية الثانية. تقول الرأية: رأيت محمد بن سلمان في المنام كأنه في الحرم، ويرمي على الناس من فوق فاكهة مختلفة، والناس تتلقف هذه الفاكهة، وكان يوزع عليهم سكاكين وأمواس، وأمرهم أن يذبحوا بعض، والناس تمشي وتقتل في بعض بالرغم من عدم رغبتهم بهذا الشيء، لكن مجبرين. الرأية من قطر. أعيد قراءة نص هذه الرؤية. تقول الرأية: رأيت محمد بن سلمان في المنام كأنه في الحرم، ويرمي على الناس من فوق فاكهة مختلفة، والناس تتلقف هذه الفاكهة، وكان يوزع عليهم سكاكين وأمواس، وأمرهم أن يذبحوا بعض، والناس تمشي وتقتل في بعض بالرغم من عدم رغبتهم بهذا الشيء، لكن مجبرين. وأنتقل إلى الرؤية الثالثة، وهذه الرؤية مهمة جدا، رؤية منتشرة في السوشيال ميديا. رجل في المملكة العربية السعودية رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام، وأعطاه ورقة وقال له: اعطها لمحمد بن سلمان، وهذه الورقة مكتوب فيها: لا ولاية ولا سلطان لك. ملاحظة: الرأي مناصر للنظام السعودي. أعيد قراءة نص الرؤيا. رجل في المملكة العربية السعودية رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام، وأعطاه ورقة وقال له: اعطها لمحمد بن سلمان، وهذه الورقة مكتوب فيها: لا ولاية ولا سلطان لك. ملاحظة: قلت الرأي مناصر للنظام السعودي. وقبل أن أعطي تأويل الرؤى الثلاث، أحب أن أخبر الإخوة الكرام بالحلقة الأخيرة في قناة الثانية، قناة أسرار غامضة. الحلقة الأخيرة مهمة بعنوان: رؤية جميلة، كيف يدخل الاستغفار القبور، وكيف يرفع الدرجات كما تشاهدون على الشاشة. الحلقة فيها معلومات مهمة، وأعتزم إن شاء الله تعالى أن أقدم رؤى السلف الصالح. نعم، سأقدم رؤى السلف الصالح في فضل الاستغفار والأذكار، كما أن القناة سيكون لها اختصاص في الرؤى الدينية التي تبين فضل بعض الأذكار والطريقة الصحيحة دون الخروج عن المنهج الصحيح في الكتاب والسنة. وأدعو المشاهد الكريم كذلك إلى الانضمام إلى القناة الأولى الرسمية، قناة المعبر المغربي محمد مجاهد. وأبدأ الآن تأويل الرؤى الثلاث. وأما تأويل الرؤيا الأولى، يقول الرأي: رأيت سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله يصلي بالناس في الحرم، وكان صوته جميل جدا، وكان طويل ويقرأ أواخر سورة البقرة. أقول إن صدقت هذه الرؤيا، أحيانا أقول هذه الرؤيا صادقة،
أحيانا أقول إن صدقت هذه الرؤيا، إن صدقت هذه الرؤيا يكون تأويلها على هذا النحو. ونعلم أن الرؤيا الحق هي جزء من 46 جزءا من النبوة. هذه الرؤيا فيها أربعة قرائن. القرينة الأولى ما معنى محمد بن سلمان يصلي بالناس في الحرم، والقرينة الثانية ما معنى كان صوته جميل جدا، والقرينة الثالثة ما معنى كان طويلا، والقرينة الرابعة ما معنى كان يقرأ أواخر سورة البقرة. أبدأ الآن تأويل القرينة الأولى ما معنى محمد بن سلمان يصلي بالناس في الحرم. معنى هذا أحبابي الكرام، الأمير محمد بن سلمان سيصبح ملكا وسيقود المملكة العربية السعودية وسيتولى أمور الحج. معنى هذا سيكون قائدا في مجموعة من المجالات. معنى هذا سيرث أموال بدون عد ولا عدد. أعيد، سيرث أموال بدون عد ولا عدد. ولينظر الرائي في الرؤيا إن كانت قبلة محمد بن سلمان صحيحة سيصلح الله حاله، وإن كانت قبلته غير صحيحة معناه سيكون ظالما. والله أعلى وأعلم. وأنتقل إلى القرينة الثانية، ما معنى كان صوته جميل جدا؟ الصوت الجميل في الرؤى محمود يدل على تحقيق الأمنيات والنجاحات، وربما سيصلح الله حاله ويصلح أمر المملكة العربية السعودية قبل ظهور المهدي. الصوت الجميل معناه طاعة الناس للملك الجديد، معناه قوة السلطان. انتقل إلى القرينة الثالثة، ما معنى كان طويلا؟ الطول في المنام يدل على طول العمر أو بسط السلطة والقوة على السعودية. في القرينة الرابعة كان يقرأ أواخر سورة البقرة. أقول من يقرأ أواخر سورة البقرة دل على طول عمره أو انتصار على عدو. أعيد، معنى محمد بن سلمان يقرأ أواخر سورة البقرة، قلت من يقرأ أواخر سورة البقرة دل على طول عمره أو انتصار على عدو. وننتقل إلى الرؤية الثانية، بخصوص الرؤية الثانية تقول الرائية رأيت محمد بن سلمان في المنام كأنه في الحرم ويرمي على الناس من فوق فاكهة مختلفة، والناس تتلقف هذه الفاكهة، وكان يوزع عليهم سكاكين وأمواس وأمرهم أن يذبحوا بعض، والناس تمشي وتقتل في بعض بالرغم من عدم رغبتهم بهذا الشيء، لكن مجبرين. أقول عن هذه الرؤية أنها صادقة، والرؤية الحق هي جزء من 46 جزءا من النبوة. وفيها القرائن التالية، القرينة الأولى ما معنى محمد بن سلمان يرمي الفاكهة على الناس ويوزع عليهم سكاكين، وما معنى القرينة الثانية محمد بن سلمان أمر الناس أن يذبحوا بعضهم بعضا بالرغم من عدم رغبتهم بهذا الشيء. نعود إلى القرينة الأولى، محمد بن سلمان يرمي الفاكهة على الناس ويوزع عليهم سكاكين. تأويل هذه القرينة موجود في سورة يوسف. امرأة العزيز حينما سمعت بمكر النسوة في المدينة أعدت لهن متكأ فيه فاكهة وأعطت لكل واحدة سكينة. هذا هو مربط الفرس أحبابي الكرام. ومعنى القرينة أن هناك ضغوطات على المملكة العربية السعودية. وقال تعالى فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت يخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قلت أحبابي الكرام أن هناك ضغوطات على المملكة العربية السعودية، وهناك من يبتز الملك والأمير على فعل أشياء هو لا يريدها. بمعنى آخر، عنوان هذه الرؤية الابتزاز أو تدمير المملكة العربية السعودية.
وهذا هو حال كثير من رؤساء الدول العربية. هذا الابتزاز مس حتى الأمور المقدسة عند المسلمين، انتقل إلى تبديل وتغيير في أمور الشرع وغير ذلك. الناس تنتقد طبعا ومن حقها، لكن لا تفهم أن من وراء سلوك الأمير أمر أعظم، ولا يمكن صلاح المملكة وصلاح هذه الأمور إلا بزوال هذا السبب وهو الابتزاز. وأنتقل بكم إلى القرينة الثانية. محمد بن سلمان أمر الناس أن يذبحوا بعضهم بعضا بالرغم من عدم رغبتهم بهذا الشيء. نعم، نفس عدم الرغبة بالنسبة للنسوة اللواتي قطعن أيديهن في الآية القرآنية التي ذكرتها. نعم، لابد أن نفهم الرؤية في السياق الصحيح، ودائما حينما نعبر الرؤى لابد أن تكون المرجعية إما كتاب الله سبحانه وتعالى أو سنة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول عن القرينة الثانية، إذا ظهر البعنى لا فائدة من التكرار. وأنتقل بكم إلى الرؤية الثالثة. أحبابي الكرام، حينما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بأوصافه الكاملة المكمولة فإن الرؤيا تكون حق طعية. ومعنى هذه الرؤيا الثالثة أن الرسالة هي لصاحب الرؤيا، وليست الرسالة موجهة إلى محمد بن سلمان، لأن الرأي مناصر للنظام السعودي. نعيد قراءة الرؤيا. قلنا رجل في المملكة العربية السعودية رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام، وأعطاه ورقة وقال له اعطها لمحمد بن سلمان، وهذه الورقة مكتوب فيها لا ولاية ولا سلطان لك. نعم، تأويل هذه الرؤيا في آية واحدة في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى قال: وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. الرسالة هنا واضحة. إبليس له عرش وسلطان وولاية، هذا أكيد، لكن ليس له سلطان على المؤمنين. فالمؤمن يقول له، أي يقول لإبليس، ليس لك سلطان أو ولاية علي، وإن كنت ملكا وإن كان لك ملايير من الجنود والخشم والحشم والأعوان، إلا أنه ليس لك سلطان علي. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. نعم، باختصار ودون أن نطيل الكلام، الرسالة هي موجهة للرائي، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول له لا تأتي يوم القيامة وتحتج. فإن كان محمد بن سلمان يتعرض للابتزاز من أجل تغيير أمور في الشرع مثلا ونكران أحاديث أو بعض الأحاديث، فهذا ليس حجة. هل الرسالة وصلت أحباب الكرام؟ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بلداننا ويصلح حكام المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.